السلام عليكم، صباحكم سعادة إن شاء الله. اليوم حتبدأ أولى رحلاتنا في الريف التركي إن شاء الله. شوف على الخريطة، الآن إحنا في سامسون، حنتجه إلى منطقة جميلة اسمها وزير كوبري، جنوب غرب سامسون، مرورا في منطقة حار. المسافة حسب السيد جارمن 130 كيلو، 82 كيلو متر، المفرق بعد 82 كيلو. هذه مدينة سامسون، عبارة عن تلال متصلة جميلة مطلة على البحر الأسود. مدينة سامسون تشتهر بصناعة براد شاي السماور. السماور هو طريقة عمل شاي بطريقة مختلفة غير تقليدية، حشرح الطريقة إن شاء الله لاحقا. وهذا مصنع براد شاي السماور في الطريق من سامسون إلى حافظة، متفننين في صناعة براد شاي السماور. هذا تقدر تسوي عليه 3 أباريق شاي، طبعا هنا ماء حار وهنا شاي مركز. ايوه كذا الطقم احلى، اكتمل. تاخذ من الشاي المركز وتصب في الفنجان اذا كنت تبغاه مركز او تبغاه خفيف، وتزيده من طبعا هنا يحط الحطب يولع فيه النار. وهذا براد شاي سمار عملاق ما شاء الله، هذا يكفي قبيلة. طبعا متفننين في جميع أنواع شاي السماور. هذا من الخزف، سألته عن الأسعار، يقول الجرم هذا اللي فيه الماء والحطب ب15 ليرة يا بلاش، والبراد ب35 ليرة الواحد. نفس المصنع في قسم يقدم شاي السماور. محترف، تشكر. هذه منطقة حافظة أو حافظة بالعربي، في الطريق إلى وزير كوبرو في ريف سامسون. عدينا منطقة هاوزة، ما هي حافظة اللي ذكرناها، لأنه الفي باللغة اللاتينية تنطق واو، فهي هاوزة. في الطريق إلى وادي شاهين كيا كانيون، فآخر 15 كيلو من الطريق ريفي، فالواحد يكون حذر في القيادة. من يقنعها تبعد على الطريق؟ أنا. يلا انزل اقنعيها. أنا. هذا اسمه وادي شاهين كيا كانيون، يعني وادي الشياهين، تكون بفعل بناء السدود، في السابق ما كان موجود. البحيرة كبيرة جدا، يمكن مسافتها 30 كيلو، تعدي على كذا قرية، وأجمل مكان فيها هذا الوادي. يعني تخيلوا، منسوب المياه يصبح نهر، اسمه النهر الأحمر، يسمونه ريد ريفر، يرتفع بين الجبال. كيف حيكون المنظر؟ ننزل ونشوفه إن شاء الله. إذا نزلنا بالسيارة تحت في جولة بالقوارب، تدخل في وادي شاهين كيا كانيون إلى الجهة الأخرى من البحيرة وترجع. أيضا الجهة الأخرى فيها قوارب. سبحان الله، ظهر في البحيرة عدة أنواع من الأسماك، وطعمها طيب، وبعض أحجامها كبيرة يصل وزنها إلى 100 كيلو. هذا المكان اللي تطلع منه الجولات في وادي شاهين كيا كانيون. القارب هذا للبالغين ب10 ليرة الجولة، للأطفال مجانا. هذا ما شاء الله يسوي شاي السماور في القارب. أعتذر عن الصوت، ما هو من عندي، القارب جماعي وكلمته.
هذه البحيرة كبيرة، هي عدة بحيرات متصلة في بعض، ومن هنا يبدأ وادي شاهين كيا كانيون، يمر فيه ريد ريفر النهر الأحمر اللي ظاهر من الجبل نصفه فقط، نصف الجبل 90 متر تحت الماء. سبحان الله، المنظر ذكرني في نهر في أمريكا اسمه سنيك ريفر يمر في الجراند كانيون. سبحان الله، منظر مهيب في الوادي. وصل القارب إلى الضفة الأخرى من وادي شاهين كيا كانيون، الآن يدور القارب ويرجع في نفس الوادي. هذا يسبح وورط فبيقذوذ الحين، الله يجزاهم خير. لذلك الواحد ما يخاطر، ما ينزل يسبح في أي مكان. الطريق إلى مطعم تاريخي كان قلعة في السابق عمره 800 عام اسمها تشاكلاهانا. وصلنا مطعم القلعة التاريخية تشاكلاهان في سامسون، هذه القلعة عمرها 800 عام. الهان الخان بني ليرتاح فيه المسافرين في طريق الحرير، طريق الحرير اللي يصل بين الغرب والشرق. بنيت القلعة بأمر من السلطان السلجوقي سلاجقة الروم أو سلاجقة الأناضول غياث الدين كهروسوف، والهدف من بنائها كي يرتاح فيها المسافرين وترتاح فيها القوافل. كان فيها غرف زي الفندق من الداخل، وفيها دورات مياه، وفيها مطبخ يقدم الطعام. بلدية مدينة سامسون والسياحة والآثار في سامسون اهتموا في القلعة وعادوا ترميمها، والآن فيها مطعم مشهور داخل القلعة ندخل ونعم. تخيل أنك تفطر أو تتغدى وتتعشى في قلعة عمرها 800 عام. مطعم تشاكلاهان يقدم نفس المنيو، هذا المنيو اللي انتم شايفينه هو فطور، ويقدمه على الغداء ويقدمه على العشاء. السيرفس عندهم على مراحل، نزلوا المرحله الاولى، بعدين المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، الله يستر من المرحله الرابعه يا شباب. احنا عيلتين تغدينا في المطعم، الحساب 293 ليره، انصحكم نصف الكميه، نصف هذه الطلبات تكفي عيلتين. وأفضل إذا تجوا المطعم للإفطار، المطعم يفتح من 9 صباحا إلى 9 مساء، فأنا أشوف أنه مخصص للفطور أكثر من أي شيء ثاني.